الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صاحب الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي، من تمام، جزاكم الله تعالى خيرا وأحسن إليكم. هريني إن شاء الله رواية ورش. تبي بيفور سيام ولا رواية ورش أداء أورن كونكت مي انتو رواية قراءات الكسائي، رواية أبو الحارث دان الدوري. انتو تاء مربوطة بالكتان الساعة. الساعة أداء إمالة التوتاء اللي سيابة جاء الساعة التو الساعة جوجا الحاقة التو الحاقة الصاخة التو الصاخة. So من جواب سيا دي قراءات الكسائي أداة دوا مذهب. أداة دوا مذهب. أداة مذهب فجست زينب لذودي شمس دان أكهر دان مذهب كدوا بولي سموا تاء مربوطة أداة إمالة سهجا ألف تأداة تاء مربوطة. يعني مقصود كان مذهب لاين، مذهب لاين أداة سموا حروف تاء مربوطة. يعني إني تاء مربوطة، إني تاء مربوطة سموا حروف تاء مربوطة سبلوم تتن تاء مربوطة أداء إمالة سهجاء حروف الاستعلاء. تبي مذهب كدوة سمباي حروف الاستعلاء جوجا أداء إمالة. يعني مثلا جنتو مجم الساعة إني أداة دوا وجه سيابو ليبتشا الساعة الساعي الصاخة الصاخي الحاقة الحاقي. تبي كلاو كتاب، كلاو كتاب بكاء بكو القواعد الكسائي دي تشيك اب تاع إمالة. اوكي ون مينيت. إني قراءات الكسائي، رايت بقوة قراءات الكسائي، إني مصحف الكسائي، كلاو سيا بكا بكو الكسائي، مثلا جنتو سورة الروم Okay, you can see my Quran. Okay, di sini, di sini tiap-tiap ta marbutah ada imala. Misalnya contoh, min ba'di dha'fin quwwah. Quwwah. Tabi look at wa yawma taqumu as-sa'ah. Ini ta marbutah, tabi bukan huruf merah. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إني جوكا تدتا مربوطة. أوكي إني سهجا، إني سهجا نوتس تو نو دي قراءات الكسائي بوليد ومذهب. لوك آت ديسني بقوة ولنجعله آية
ورحمه النخله آيه. إني سهجا معلومات انتو قراءات الكسائي. أوكي. سو إن شاء الله هري إني كتاب أكان أمبيل رواية ورش. دلو الإمام ورش أوران جيانج داري بدا إيجيبشن نماديا عثمان. الإمام ورش دتنج المدينة المنورة انتو بچاء القرآن دنجان الإمام نافع. الإمام نافع المدني دو تؤدي المدينة المنورة. الإمام أبو عمرو البصري دو تؤدي البصرة العراق. ابن عامر الشامي دو تؤدي سوريا. عاصم دان حمزة دان الكسائي دو تؤدي الكوفة. الكوفيون ثلاثة، عاصم وحمزة والكسائي. سو الإمام ورش تتنك دري بدا إيجيبشن دودو تتنك المدينة المنورة انتو بچاء القرآن دنجان الإمام نافع تبي أبابلا ديا سودا سمباي المسجد النبوي ديا مليهاد رماي أورنج رماي بلاجار بچاء القرآن دنجان الإمام نافع. سو الإمام ورش رحمه الله من شاري كوان كوان الإمام نافع انتو تنيا إني كوان من تا إني كوان شكاب دنجان الإمام نافع من تا معاف سياب ولي بشاء القرآن دنجان كمو. سو الإمام نافع شكاب أوكي بولي تبي مستي تنجو دودو دي دلام المسجد. سو أدا رواية الإمام ورش تدور دي دلام المسجد تيجا ملام ستو دوا تيجا ملام. سو أدا ستو هري الإمام نافع ماسو المسجد سبلوم الفجر مليهات الإمام ورش تنجو مسجد تنجو تيجا ملام. سو ديا تشكاب أوكي سكران بولي بچا أبا بيلا الإمام ورش بچا الإمام نافع رسا جنبيرة. الإمام نافع رسا جنبيرة سبب الإمام ورش نماديا سوارا ديا سانغات سيداب سوارا ديا تندي أكتاس من جديكان المسجد النبوي ما شاء الله سوارا ديا بينو المسجد النبوي سبب قراءات الإمام نافع أدا دواراوي أدا قالون دان ورش رواية ورش سيبقى بچا رواية ورش رواية ورش دكات قراءات رسول الله. يعني مثلا كنتو يعني رواية ورش لده قريش لده رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء العلماء بركتا دكات قراءات دنجان القرآن دنجان رسول الله. يعني كنتو كلاو سيام سوء المسجد النبوي نا دنجان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إمام دي صلاة الفجر رسول الله بچا دكات رواية ورش دان قالون إمام نافع قراءات الإمام نافع سبب دي قراءة ورش أدا مد بانجان أدا مد بانجان سنت يساء الإمام ورش بچاء إنم حركة تبي البدل أدا تيجا وجد تثليث البدل دوا أمبات إنم. يعني مثلا كنتو كلاو سيا بكاء سورة البقرة آية لما آية لما ديا بچم كمنا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إمام ورش سيبقى بچا رواية ورش برلو نفس بانجان. أوكي انتو دلو كلاو كتاب ولا الإمام ورش دلو البسملة الإمام ورش سما الإمام حفص دان
الإمام قراءة الإمام نافع بن قالون البسملة تجاء وجه بطن سموا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بطن سموا سمبون سموا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم التو برهنتي دلو سمبون قدوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم So, الفصل سموا السكت وهو المقدم دان الوصل بلا بسملة جوجا أدا دي قراءات ورش سيابتشا مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم يعني مثلا جنتوه كلاو سيا إمام دي صلاة التراويح سيابتشا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك تبي دي قراءة ورش أداء وجه سياب ليتروس كان تنبا بسملة وصل تنبا بسملة أوكي المد I told you المد دي روايات الإمام ورش إنم حركات المد دي قراءات ورش إنم حركات المد المتصل التو المد المنفصل المد المنفصل إنم حركات تبي دي البدل يعني أبا معنى أداة ومد دي رواية ورش أداة المد المنفصل إنا أنزلناه في ليلة القدر إني إنم حركة تبي مد البدل مد البدل مثلا أوتوا أوتوا آمنوا آمنوا إني بولي أوتوا دان آمنوا دان إيمانا إني بولي دوا حركة بولي إنبات حركة بولي إنم حركة تبي كلاو مثلا سيا نأبتشا ختم دنقان قرو سيا كلاو سيا ملا دوا حركة سيام استي بتشا سموا ختم دوا حركة كلاو سيام ولا انبات حركة سيام استي بتشا ختم سمباي ختم انبات حركة انم سمباي انم يعني مثلا جنتو سيام بتشا دنجان قرو سيام والله هري اني سيام بتشا دوا حركة تومورو بتشا انبات حركة افتر تومورو انم حركة بوكان دوا حركة سيام استي تروس كان دوا حركة انبات حركة سيام استي تروس كان انبات حركة انم تروس كان انم حركة So, apabila al-imam warsh baca dengan al-imam nafi' dia baca enam harakah. So, al-imam nafi' rasa gembira dia cakap baca warsh. Apa makna warsh? Apa makna warsh? Warsh burung butih. Burung butih. Sebab al-imam warsh muka dia butih. Kaki dia sosin macam burung. Okay. So, al-imam nafi' baca cakap bacalah burung butih. So semua belajar-belajar panggil Imam Warsh. Warsh it's mean burung butih. Al-Imam Nafi' muka dia hitam. Ada banyak-banyak sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab muka dia hitam. Sayyidina Luqman muka dia hitam. Sayyidina Musa. Sayyidina Isa ibnu Maryam muka dia hitam. Tapi orang yang Masihi drawing muka dia butih bukan Isa bin Maryam just to know muka dia hitam apa makna maksudkan tak ada perbezaan orang yang muka butih orang yang muka hitam wallahi orang yang butih orang yang saleh orang yang hitam orang yang jahat bukan
Kadang-kadang orang yang hitam lebih baik daripada orang yang putih. So Imam Nafi' apabila baca Al-Quran, Imam Nafi' keluar daripada mulut dia, Masya Allah, so nice smell. Apabila manusia tanya dia kenapa, dia cakap saya melihat Rasulullah baca Al-Quran di dalam mulut saya. Al-Imam Nafi' melihat di mimpi dia, Rasulullah SAW baca di dalam mulut dia. So, Al-Imam Warash baca Al-Madd Al-Munfasil, Al-Madd Al-Munfasil, Enam Harakah, dan Al-Madd Al-Badal, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Okay. Okay, juga di riwayat Hafiz berkataan ana, saya apa makna ni? Yani misalnya contoh, alam tara ila al-mala'i min alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allah al-mulk qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit قال انا احيي واميت انا 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 سيا يعني انا احيي واميت تبي في روايه ورش دسني ادامد قال انا احيي في سوره الكهف مثلا قال انا اكثر منك مالا وولدا فقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا بركة أن أنا دي رواية ورش أدمد رواية حفص أدمد تبيت يب بركة أن أنا أدمد دي رواية ورش سهجا أداسة أنا ويحذف الألف أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا بكان إن أنا إلا so الإمام ورش جاء ألف أنا أول سيدنا إبراهيم أنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سيدنا محمد سيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت أوكي تو سكرانج مد البدل أداة تجاوج تجاوج دي مد دوا أمباد دان enam tapi sekarang ada di maaf boleh tutup mic Amina Abdullah assalamualaikum okay thank you okay di riwayat warish ada tiga wajah tapi bukan mad ini bukan untuk mad ada tiga wajah maksudkan pertama wajah at-tashil التسهيل التو وجه كدواء الإبدال أداة تجا حكم أداة دواء حركات أنباط حركات إنم حركات التسهيل دان الإبدال دان النقل أوكي okay. I give you contoh. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum. Tiap-tiap. Be careful. Tiap-tiap dua hamzah macam anzartahum. Anzartahum. Anzartahum ada dua wajah. Ada tashil dan ada mad. Macam ara'aita الذي يكذب بالدين سيبكى أرأيت الذي التسهيل دان أرأيت
الذي يكذب بالدين. Again, tiap-tiap dua hamzah di qiraat Imam Nafi', khususkan riwayat Al-Kisa'i, riwayat Al-Kisa'i ada dua wajah. Sorry, riwayat Warsh ada dua wajah. Saya baca. A'amintum, a'anzartahum, a'aslamtum, a'anta, a'amanu, ada dua wajah. A'amanu, a'amantum lahu. So, saya baca. A'amantum, atau a'anzartahum, أنذرتهم التو سيبجاء أنذرتهم. أوكي look at my phone my camera di sini. إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم التو أداة تسهيل look at this in أنذرتهم أداة دوا وجه برتما وجه إبدال همزة كدوا ألف دنجان مد إنم دان دوا وجه أداة تسهيل دوا وجه أداة تسهيل أنذرتهم أنذرتهم دي سني أداة مد بدل إنم حركة مد بدل إنم حركة أوكي So di sini ada mad badal anzartahum atau ada tashil anzartahum contoh lain lagi مثلا di surah Yasin muka surat 440 Di surah Yasin, look at di sini juga. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Di sini ada mad badal, boleh dua haraka, boleh empat haraka, boleh enam haraka. Tapi ada wajah kedua. تسهيل برتما وجه إبدال وجه كدوا تسهيل تياب تياب دوا همزة تياب تياب دوا همزة look at مثلا تنتو سورة الماعون سيابولي بچا أرايت التو أرايت أرايت تسهيل so tiap tiap mad al badal di riwayah warsh ada tashil ada ibdal al hamza ada naql apa makna ada naql naql maksudkan buat buang hamza delete hamza yani مثلا contoh Saya nak bagi kamu contoh badal. Amana. Amana. At-taw. Amanu. So, kalau saya jumpa, misalnya contoh. Ya ayyuhalladhina amanu. Iza ja'akum fasiqun binaba'i. Okay? Amanu ini mad badal. Utu mad badal. Tapi, dia cakap, kadang-kadang, kalau saya ada sebelum
مي كلاو أداة همزة حروف ساكن كلاو أداة همزة مثلا for example من آمن التو اليوم الآخر من آمن من آمن بالله any very good مثال من آمن بالله واليوم الآخر so كلاو سيادتك من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بكان من آمن ديسني أداة نقل Okay, let me show you. The surah At-Tawbah. كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Okay, surah At-Tawbah. Muka surat 189. Okay, boleh melihat Quran saya di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Look at next. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir okay so al imam warsh baca أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر Again كلاو before همزة أدا باريس التاس سيابوات نقل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر So المد البدل مد البدل أداة دواء أداة تلقى وجر دلو أداة تسهيل سلبستو أداة إبدال سلبستو أداة نقل إذا مد البدل تلقى وجه تلقى وجه تسهيل دان إبدال دان نقل تسهيل دان إبدال دان نقل الإبدال أداة تجا وجه دي المد دو حركة انبات حركة انم حركة اوكي دي رواية ورش رواية ورش you must know رواية ورش تأسك همزة تأسك همزة يعني مثلا شدوا المؤمنون لا يؤمنون قد أفلح المؤمنون يؤمنون مؤمنين المؤمنين والمؤمنات إني سموا إني إبدال
ibdal hamzah waw. So siapa baca riwayah warsh ada berkataan khususkan. Ada berkataan khususkan untuk riwayah warsh khususkan di surah Yusuf dan surah An-Naml. Surah Yusuf dan surah An-Naml. Yani maksudkan apabila saya baca riwayah warsh dengan guru saya, saya discuss. Yani misalnya contoh, وقال الملك ائتوني وقال الملك ائتوني. Okey, boleh buka surah Yusuf, boleh buka surah Yusuf muka surat. Aywa, وقال الملك ائتوني. Okey, look at my phone. Di sini wa qala al malik ituni. Okey, wa qala al malik ituni. Tabi di qiraah Asim, qiraat riwayah Hafiz, wa qala al malik ituni kitabata wa qala al malik ituni wa qala al malik ituni. Look at di sini ada ya, ada alif dan ada ya. Tabi di riwayah warsh wa qala al malik utuni wa qala al malik utuni. Apabila saya discuss dengan guru saya, sebab hamza tukar waw. Kalau saya buka buku al qawaid, buku al qawaid surah Yusuf muka surat. You can see my aywa, look at wa qala al malik tuni ibdal al hamza waw. Okay, waw kalau wasal, yani mathalan chuntu wa qala al malik berhenti, saya mula ituni bih. Tapi kalau sambung, wow. Wa qala al malik utuni. Look at. So tukar ya. Wow. Wa qala al malik utuni. Ibdal al hamza. Wow. Ibdal al hamza. Wow. Wa qala al malik utuni. Juga. أدد وكلي وقال الملك أتوني. دان الملك أتوني آية لما بلوه دان آية أمببلوه لما أدد وكلي ملك أتوني الملك أتوني. أدى جقادي سورة النمل قالت يا أيها الملأ أفتوني. Ini so important berkataan. So important berkataan. Look at di sini. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni. Qalat ya ayyuhal mala'u waftuni. Waftuni. So di sini ada dua wajah. Dua hamzah, dua berkataan. Pertama hamzah, baris hadapan. Hamzah kedua, baris atas. So, saya tukar. Sama-sama qalun. Saya tukar hamzah kedua, waw, attaw, tashil. Wa qalat ya ayyuhal mala'u waftuni. Wajah kedua, tashil. Qalat ya ayyuhal mala'u waftuni. Ini so important berkataan. Okey. Sekarang kalau kita pergi ke next untuk riwayah warsh selepas mad al-badal,
الإبدال الإبدال بالهمزة الإبدال الإبدال مثل يؤمنون أصل يؤمنون أصل يؤمنون أصل يؤمنون تبي إمام ورش بتا يؤمنون 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 بوان همزة تياب تياب بركتان يؤمنون المؤمنون المؤمنات إني تياب تياب بركتان يؤمنون يؤمنون المؤمنون المؤمنات إني همزة إبدال جوجا جوجا مثلا بئس بئس للظالمين بدلا ديا تكار إبدال همزة يا بئس للظالمين بدلا لا يؤاخذكم لا يؤاخذ لا يؤاخذكم سيابتا لا يؤاخذكم همزة بوانغ بوانغ همزة تكار واو لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم بيسا جوغا أدا خصوص كان بركتان خصوص كان عادن الأولى يعني مثلا تنتوه تنتوه كتا سموا بولي بچا رواية ورش أوكي تبي دي رواية ورش دي رواية ورش أدا بركتان خصوص كان I know if you know رواية ورش التوتا يعني مثلا تنتوه in front of me مصطفى I want to ask, I want to test Mustafa Kalaw Diab, Tawu Riwaya Warash, Atauta, Sayab, what apa? Sayatania, Blajar, Khususkan, Sualan, Khususkan. If I want to know if he good student or not. For example, like, Adan al-Ula. Juga, Juga. Okay, now. I want to ask you one question. Siapa tahu ini jawab any question? I want to give you one qira'at free. Look at my listen to my question. Di dalam al-Quran ada dua huruf mad al-badal. You can ask any teacher. Because before this someone ask me before 2 days. Wallahi ada perempuan daripada Kingdom of Saudi Arabia ask me di dalam Al-Quran ada dua huruf maddul badal. Dua huruf sahaja. Maddul badal. Tahu? I said dua huruf maddul badal, maddul badal, maddul badal. Wallahi satu malam saya tak boleh tidur. So I ask my teacher. Blah, blah, blah. I ask lima teacher, mereka semua tak tahu. Sampai, Alhamdulillah, saya sudah jumpa jawab. And I give my teacher, take jawab. Okay, again, my soalan. Ada di dalam Al-Quran, di riwayat Warsh, ada dua huruf, maddul badal. Dua huruf, maddul badal. Who gives me jawab, I'll give you satu qira'at free. Give me min jawab. So now, I want to tell you about wa annahu ahlaka 'adan al-ula.
maksudkan saya dan awak, kita mesti mencari ilmu. Kita mesti mencari ilmu. Yani misalnya contoh, wallahi saya baca riwayat Warsh dengan guru saya. Selepas itu tinggalkan, bukan saya baca lagi, baca dengan sini. Okey, tak apa. Yani maksudkan connect. Tanya ini orang, tanya orang lain. Ini apa makna? Ini berapa wajah? So, wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Ini ayah surah An-Najm ayah 51 atau 31, sorry, 31. Boleh buka surah An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى Okay, surah An-Najm 50 49. Tapi di riwayat Hafiz 51. Okay. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ Ini ayah so important. Ini ayah so difficult, so important. Ada tiga wajah. Listen to me carefully. Wa annahu. Ahlaka. Adan. Al-Ula. Okey. Di sini ada tiga wajah. Dulu ada dua wajah. Step by step. Saya baca Hafs dulu. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Ini Hafs. Semua kita tahu. Tapi di riwayat Warsh dan riwayat Qalun sama-sama, tapi ada naql dan تقليل في رواية ورش. So, saya baca apa? وأنه أهلك عاد اللؤلؤ. عاد اللؤلؤ. So, ini قراءات نافع. أيوة سيا بجاء دلو وأنه أهلك عاد اللولى سيا بوات أبا سيا بوات سبدو التسلم نقل همزة نقل ألف دي سني تقليل وأنه أهلك عاد اللولى again pertama wajah wa annahu ahlaka 'adal lula naql dan taqlil. Okey, wajah kedua ada tiga wajah. Apa makna tiga wajah? Maksudkan kalau saya berhenti 'adan wa annahu ahlaka 'ada lula Al-lula. Tiga wajah. Again. Ini ayah sangat susah. Ada dua ways. Wa annahu ahlaka 'adallula. 'Adallula. Kalau qalun 'adallula. Adal lu'la. Tapi Warsh buat naql al-ula dan taqlil. Ini first way. Wa annahu ahlaka 'adal lu'la naql dan ibdal dan taqlil. Next
Kalau saya next way, kalau saya berhenti Adan, wa annahu ahlaka Adan lula. Okay. Let me show you the in my book. عادن الأولى ديا بچا ورش بچا إدغام التنوين في اللام عادل سلبستو نقل حركة دان بوانغ همزة سلبستو تعدى مد تعدى همزة سوري تعدى همزة دنجان تقليل حركة منقولة dengan taqlil. Okay. Look at this ini. Wa annahu ahlaka 'adal lula. Ada titik hitam di bawah alif maqsurah. Again. Wa annahu ahlaka 'adal lula. Ini first way. Next way ada tiga wajah. Wa annahu ahlaka 'adal lula. 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 Sama-sama tiga wajah di qalun. Qalun dan warsh sama-sama hukum tabbi. Di warsh ada ibdal dan ada taqlil. Ibdal dan taqlil. Ini so important ayah. Ini so important ayah di surah An-Najm. Juga ada untuk hamzah. Macam syai'a syai' min syai' dan الموؤودة سوءة الهمز المفرد الهمز المفرد. Apa makna al-hamz al-mufrad? Al-hamz al-mufrad kalau satu hamzah di dalam satu perkataan. Macam sa'ala muqsada macam yakul as-sabiina atau as-sabuna. So tiap-tiap berkataan ada satu hamzah, ini hamzah saya buang. يعني مثلا جنته سأل سائل بعذاب واقع سورة المعارج سأل سيابتش أبا سيابتش سأل can you look at my
Look at. Sala. Sala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Juga contoh misalnya surah Al-Humazah. Innaha 'alaihim musadah. Innaha 'alaihim musadah. Juga ya'kulu. Ya'kulu. Aywa. Ya'kulu. Ya'kulani at-ta'am. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Okay, look at this one. Ya'kulani. 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 Ya'kulu at-ta'am. Okay, now. Now I want to give you ayat khususkan kita tak boleh jumpa di buku al-qawaid. Maksudkan, I can't make you very good student if you don't want. So help me to help you. Yani mathalan contoh, wallahi guru saya but teach me. Tapi do you think he teach me all? No. Saya mesti mencari dengan guru lain. Selepas tu tanya, discuss dengan guru saya. Okay, boleh baca ini ayah? Boleh tanya ini ayah? Apa hukum? Kenapa? Macam ni. Okay, so saya sendiri jumpa di riwayat Warsh ada ayat khususkan susah. Sangat susah. Macam. Boleh buka? Surah Al-Ma'idah, ayat 19. Assalamualaikum, siapa boleh baca riwayat Warsh? Siapa boleh baca riwayat Warsh? Assalamualaikum, jangan takut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh baca, Syekh. Okey, siapa? Nama-nama. Hajjah, assalamualaikum. Surah Al-Ma'idah 110, muka surat 110. Surah Al-Ma'idah 110. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat berapa tadi? 110. Muka surat 110. Ayat 19. 19. Okey. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد العين. Very good. Ini ayah sangat susah. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Okay, siapa nama? Saya Nuraini. Apa? Nuraini, MashaAllah. Thank you so much. Very good. Ada orang lain nak baca ini ayah? Assalamualaikum.
السلام عليكم. Ada orang lain boleh baca ini ayat? Jangan takut, jangan takut. Haji Zakia, Haji Hamida, Sheikh Naim, Assalamualaikum. Ustazah Nurliza. Assalamualaikum. Okey. Ini ayat di riwayat Warsh sangat susah. Macam laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Again, قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ. Ini satu jumlah, satu baris susah. Okay, surah Al-Shu'ara, surah Al-Shu'ara. Ustazah Nurul Aini, Assalamualaikum. Waalaikum salam. Okey, boleh buka surah Al-Shu'ara. Ayah 370. 370. Okey. Allahu Akbar. Ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 371, sorry. Ayat 109. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat 109, 109. Satu pesong sembilan. Ya, ya, Syekh. Tunggu azan habis ke, Syekh? Okey, sila baca. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Wa ma as'alukum. Tak, wa ma. Ni as'alukum kan, Syekh? Saya tak tahu. I ask you. Read dulu. Nanti saya correct you. As'alukum alaihi min ajrina. Wa ma as'alukum alaihi. Wait, wait, wait. Assalamualaikum. Hajja, Hajja. Min jawab azan, 1-2 minit. Okay. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أوكي سيلا أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على Very good. Sebab di sini ini susah sebab ada tanwin, ada dua naql, ada nun tanwin dan nun naql bersama. So ini susah. Saya baca lagi. وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. Again. وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. Okay. Okey, boleh buka juga surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab sangat susah. Surah Al-Ahzab sangat susah. So, ada perkataan Al-La'i. Boleh buka surah Al-Ahzab? Maaf, buka surah Al-Ahzab. Muka surat. Empat. Satu, lapan. Empat, satu, lapan. Empat, satu, lapan. Assalamualaikum. Empat, satu, lapan. Perkataan Al-La'i. Ayah. Empat. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. سيبتش حفظ دلو. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. Okay. Riwayat Warsh berkataan اللائي. Berapa kali ada اللائي? Tiga kali. اللائي. Ada berkataan di riwayat Warsh. Kalau tak tahu baca, awak tak tahu baca riwayat Warsh. Riwayat Warsh, so sorry, sangat susah. Sangat susah. Siapa boleh riwayat Warsh? Siapa boleh baca riwayat Hamzah? Boleh baca 10 qiraah. Sahaja riwayat Warsh dan riwayat Hamzah, qiraat Hamzah khalaf sangat susah. Siapa baca ini qiraat Nafi' dan Hamzah, siapa baca ini dua qiraat, dia boleh baca 10 qiraat. Nanti 10 qiraat mudah-mudahkan. Takbir, qiraat Warsh, riwayat Warsh dan Qalun juga sikit. Tapi Warsh lebih susah. Dan khalaf an Hamzah, tentang Hamzah, ini sahaja susah. So, اللائي. اللائي. Berapa wajah ada di sini?
Okay. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. Again. دلو كلاو سيوصل أداة تسهيل همزة دنجان دو وجه قصر دان إشباع يعني سيبتشا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ أزواجكم اللائي تظهرون. Again. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. دي سني أداة تسهيل دوا حركات دان إنم حركة. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. Okay, next. أداة تسهيل الهمزة دنجان روم دنجان الإشباع دان القصر. وما جعل أزواجكم اللائي لا هي تظهرون. لا هي تظهرون. Next, أخير وجه أداء إبدال. الهمزة تكاريا. الهمزة تكاريا دنجان المد اللازم المخفف. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. أوكي. كلاو سيا برقيكي بكو القواعد. بلي بكا بكو القواعد سورة الأحزاب. سورة الأحزاب مكسرات دوالي ما دوا دوالي ما دوا دوالي ما دوا. Okay. So this is the أداة وصل than أداة وقف. وصل سيابوات أبا بوانجيا than تسهيل همزة كدوا دنجان مد التاو قصر. كلا وقف أداة دوا وجه تسهيل دنجان روم إبدال يا دنجان المد اللازم. سو سيابتشا وصل وصل سيابتشا دنجان تسهيل. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. إني قصر دنجان مد. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. اوكي دي الاصول دي الاصول بكو القصول بكو قواعد الاصول مكسرات دوا بلوغ سمبلان دوا بلوغ سمبلان دياتوليس قرأ ورش واللائي دي تجا سورة تجا كلي دي سورة الأحزاب دان دي سورة المجادلة التو المجادلة دان سورة الطلاق بوانجيا دان تسهيل همزة. Again. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون مد سلبستو قصر. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. تبي كلاو سيا برهنتي أداة تجا وجه دنجان روم دنجان مد أداة تجا وجه كلاو سيا وقف أداة تجا وجه تسهيل همزة روم دنجان مد
وما جعل أزواجكم اللائي dengan raum lai tashil hamzah dengan raum wa ma ja'ala azwajakum lai dan ibdal al hamzah ya dengan al mad al lazim wa ma ja'ala azwajakum lai juga di surah at talaq dan di surah Al-Mujadilah. Ada tiga kali. Ini surah Al-Ahzab. Dan di surah Al-Talaq. Di surah Al-Mujadilah dulu. Sama-sama. Al-lazina yadzaharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم لائي ولدنهم كلا وصل تسهيل همزة دنجان إشباع التوقصر كلا وقف أداة دوا وجه تسهيل همزة دنجان روم إشباع التوقصر إبدال همزة يا لائي لائي ولدنهم لاي ولدنهم okay now kalau saya tanya di riwayat Hafs di riwayat Hafs berapa imala ada siapa ada jawab sila di riwayat Hafs berapa imala satu satu. Okey, berapa tashil? Satu. Satu. Okey, now. Riwayat Warsh. Berapa imala? Berapa imala ada? Banyak. Satu. Satu. Siapa cakap satu? Ustazah Linda, betul? Saya, Nuraini. Ustazah Nuraini. So, very good. Di, siapa Ustazah Nuraini? Saya tak tahu. Okey, no problem. Maksudkan Ustaz Nurul Aini Masya Allah sangat bagus. Di riwayat Warsh ada satu imalah. Di mana? Majriha. Di riwayat Warsh ada satu imalah. Di mana? Sorry saja untuk hak. Sorry. Riwayat Warsh ada satu imalah. Di mana? Siapa tahu di riwayat Warsh ada satu imalah sahaja di mana? Syekh baru nak belajar ni Syekh. Memang tak boleh okay. Jawab. Okey. Okey. Ini baru pertama kali nak belajar di, usul. Di riwayat Warsh ada satu imalah sahaja. Tahi. Sahaja. Tulis. Surah Taha kan? Bukan Taha. Surah Taha. Taha kan? Muka surat. Boleh buka muka surat. Surah Taha. Okay, look at my Quran. Tahi ada satu titik hitam. Dia cakap apa? Taha imalah al-imala al-wahida. Seorang imala. Wahida. Satu imala sahaja. Imala wahida. Sendiri. Seorang. So, di riwayah Warsh ada satu imalah sahaja. Tapi kita look at my Quran again. Tahe
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى ini taqlil bukan imalah. Okay? Okay, saya nak baca sekarang surah Taha. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. حروف راء دي قراءة رواية ورش تقليل نبيس سوري تياب تياب حروف راء ميره تلس 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 تياب 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 حروف تياب تياب حروف ميره حروف راء تياب تياب حروف راء ميره دي رواية ورش راء دي رواية ورش إني بيس تياب تياب حروف راء ميره دي رواية ورش إني حروف نبيس تياب تياب again تلس تياب 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 حروف لام ميره دي رواية ورش تياب تياب حروف لام ميره دي رواية ورش إني تبال تغليف تغليف very good تبال تبال مچم كبيرة كثيرة نصيرة أمرة خبيرة بشيرة ونذيرة هني حروف راء تبي حروف لام مچم الصلاة يوصل ظلموا ظللنا أوكي تياب تياب حروف لام ميره دي رواية ورش إني تغليظ تبال ترقيق نبيس أوكي سو جغل لبا دي رواية ورش أداة ستو إمالة تبي تقليل أداة لما ريبو كلي تقليل أداة لما ريبو لبه لما ريبو كلي تقليل أبا معنى تقليل let me explain for you تقليل سبب تقليل جوغا سوسا بانيا بانيا بلاجار تأتاو أبا معنى تقليل أوكي تقليل دي سورة ورش دي رواية ورش so important تقليل دي رواية ورش so important أبا معنى تقليل Okay, look at me. Look at my. Di sini kita ada corner. Sentiasa di matematik. Sentiasa di matematik corner 90. 90 markah. 90 markah. Zawiya qa'ima. Zawiya corner straight qa'ima. Bangunan. Okay. So, saya nak bagi kamu contoh. Di sini, fathah. Di sini, taqlil. Di sini, imalah. Okay. Fathah. Di sini, look at. Di sini, ini alif. Be careful, ha? Ini so important. Ini alif. Fatah. Imalah di sini, ya.
Ya. Di sini alif. Ini imalah. So, I give you misal. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى فتح مُوسَى فتح di sini. Okay, tapi di sini وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى again ini imalah. Again, فتح. Di sini فتح. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى بِمَعْنَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى look at my mulut again وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى فتح إِمَالَة وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى تقليل بكان فتح بكان إمالة أن ترى so فتح فتح وما تلك بيمينك يا موسى إمالة وما تلك بيمينك يا موسى التقليل now دي دلام تقليل So, bukan fatah, bukan imalah. Saya baca apa? Saya baca macam biasa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Look at my mouth. My mouth. Mulut saya. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Bukan ya Musa, bukan ya Musa. Musa. Okey, kalau saya baca sekarang surah Taha. Surah Taha. Look at my Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا Look at العلا العلا تداتي تي هتام بتل تداتي تي هتام So تدا إمالة أداء تقليل أداء فتح والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى Syekh Ayuh Sila Boleh Syekh sekarang pusing kamera pada Syekh Syekh baca ni balik semula sebab kita ada Qurannya kan? Okay, Jadi okay, kita, very good, very good Okay Saya baca lagi Bismillahirrahmanirrahim Tahi Ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى Look at وهل أتاك حديث موسى حفظ وهل أتاك حديث موسى تبيل ورش نقل وهل وهلت وهلت تاء تقليل وهل أتاك حديث موسى Okay now apa perbezaan antara titik merah titik hitam. Okay, look at buku Al-Qawaid. Boleh buka muka surat. Surah Taha. Buka buku Al-Qawaid. Surah Taha. Muka surat. Dua kosong enam. Dua kosong enam. Just to tell you, apa perbezaan antara titik merah dan titik hitam. وَهَلَ تَكَ حَدِيثُ مُوسَى Look at the buku Al-Qawaid. وَهَلْ أَتَاكَ أَتَاكَ أَدَى تِتِ مِرَى مقصود كان أدى دوا وجه بولي أَتَاكَ بولي أَتَاكَ وَهَلْ أَتَاكَ يعني مقصود كان أدى دوا وجه Look at بركتان أَتَاكَ أدى دوا وجه فتح دان تقليل تبي بركتان بركتان هتم أداة وجه سهجة تقليل سهجة تقليل سهجة تقليل سهجة so كلاو سيا برجمبا كلاو سيا برجمبا ستو تيتي ميرا مقصود كان أداة دوا وجه أداة فتح كان أداة تقليل كلاو سيا جمبا ستو تيتي هتم مقصود كان تقليل تقليل سهجة نعم أوكي إني أنتو إمالة دان تقليل إمالة دان تقليل Sekarang tashil di qiraat warsh ada satu di qiraat warsh ada satu berkataan khususkan ha antum ada di dalam Al-Quran juga tiga kali ha antum Okay, before I start at tashil, for me, you can ask me anytime, any day. Jangan malu dengan saya. Saya bukan guru marah. Guru Al-Quran tak boleh marah. Guru Al-Quran tak boleh hitam, hati hitam. Guru Al-Quran mesti ada sabar banjan. Guru Al-Quran mesti orang yang sentiasa smile, okay? Maksudkan, if you want to ask me any question, anytime, jangan malu, jangan takut, yani jangan fikir, wallahi saya takut kalau guru rasa marah, kalau guru rasa sedih, bukan. When I have free time, I answer you. When I have free time, I message you, I reply you.
So riwayah Warsh, riwayah Warsh, wallahi tak boleh 2 jam saya sekarang boleh baca riwayah Warsh. No, riwayah Warsh perlu 1, 2, 3, 4, 1 juta khatam. Yes. Riwayah Hafiz perlu 1 juta khatam. Kita mesti baca Al-Quran sampai sudah meninggal. So sampai sekarang ada ilmu lain, ada tambah ilmu di riwayah Hafiz, di riwayah Qanun, di riwayah Warsh. Sebab ilmu Al-Qira'at, ilmu macam laut. Wallahi jangan fikir kalau saya baca riwayah Warsh, saya guru sekarang riwayah Warsh, bukan. Masih saya ada lagi. I told you. Ada di dalam riwayah Warsh 2 huruf mad al-badal. Tanya semua guru-guru bahasa Melayu, guru-guru Melayu, guru-guru Arab, tanya. Ada di riwayah Warsh 2 huruf mad al-badal. Siapa bagi saya menjawab pertama kali, I'll give you 1 qiraat free. Who gives me answer, I'll give him 1 qiraat free. Again, di dalam Al-Quran ada 2 huruf maddul badal. 2 huruf maddul badal. Siapa tahu ini perkataan, I'll give him, you must give me which ayah, muka surat, number muka surat dan number ayah, which surah. Gives me, ini jawab, I'll give you 1 qiraat. Sebab someone ask me, saya tak tahu jawab. Wallahi saya mencari di internet tak jumpa. Saya tanya guru-guru saya tak jumpa. Sampai saya jumpa, saya fikir dulu di riwayah Hafiz. Saya mencari riwayah Hafiz, mencari riwayah Qalun. Allahu Akbar. Aba ini question susala. So saya tanya guru saya, dia cakap tak tahu. Guru lain tak tahu. Doktor bla 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 tak tahu. Astaghfirullahal azim. Dia cakap ini soalan, ini soalan salah. Ada, dia cakap ada di dalam Al-Quran 10 qiraat, ada 1, ada 2 huruf mad al-badal. Surah mana, apa-apa surah, apa-apa ayah, apa-apa muka surah. Alhamdulillah saya jumpa. Saya bagi semua guru-guru saya. Okay, now ada perkataan ha antum. Asal ha antum dua perkataan di bahasa. Asal dua perkataan. Ha antum. Ha antum. Okay. Ha antum. Imam Warsh baca. Buang Hamzah dengan tasheel. Macam mana? Dia macam ni. Di dalam Al-Quran, ha antum ada 3 kali. Di surah Ali Imran dan di surah An-Nisa dan di surah Muhammad. Ha antum haulai. So, Imam Warsh baca. Ha antum. Wa yajuz fihi al-ibdal, 3 wajh. Ha antum. Naam, haulai. Di dalam Al-Quran ada 3 kali. Ha antum. 3 kali di dalam Al-Quran ada. Okay, now. Dua hamzah, satu perkataan. Dua hamzah. Satu perkataan. Anzartahum. Dua hamzah, satu perkataan. Aslamtum. I told you ada 3 wajah.
ada ada dua wajah macam ni, dua wajah macam tashil atau mad ibdal badal. So sawa'un 'alayhim anzartahum dan anzartahum. Ayah lima di surah Al-Baqarah. Sawa'un 'alayhim, so saya baca anzartahum tashil atau mad banjan mad badal. أنذرتهم سما سما كلاو أدا دوا همزة تبي واو التو ياء مكم ألقيا ألقيا أرأيت أنت أنذرتهم التو مثلا أهلد أهلد وأنا عجوز إذا التقت همزتا قطع متحركتان في كلمة واحدة قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها ألف بجعلها بين الهمزة والألف. Look at my بكو القواعد مكسرة قبله أنتم أنتم تبي دي رواية ورش سيا همزة كدوا تسهيل دنجان ما سوء كان ألف الفصل رواية قالون سوري رواية قالون همزة كدوا تسهيل دنجان ما سوء كان ألف الفصل تبي دي رواية ورش تأدى ألف الفصل أنتم أهنبئكم أهنبئكم أئنكم. Okay, look at my mouse. Buku Al-Qawa'id, muka surat 30. Buku Al-Qawa'id, tiga buluh. Dia cakap, idha altaqat, kalau saya berjumpa dua hamza qata' baris atas satu berkataan, warash baca hamza kedua tashil macam antum atau madmuma au nabbiukum atau baris di bawah, yani ada tiga, ada baris atas anzartahum antum aslamtum, ada baris hadapan au nabbiukum ألقي تسهيل همزة كدوا أنبئكم ألقي التو باريس دي بوا أئنكم أئنكم أئمة أئمة دي تشكب وتمد مدا مشبعا نحو أنذرتهم كلاو أداة سلبستم متحرك آمنتم آلدو. أوكي تبيه تبيه أداة تيجا بركتان سيا أداة ألف سلبس همزة أداة تيجا بركتان دي رواية ورش سيا مستي بچا. Look at this here. Look at this ini. Saya baca dua wajah, betul? Tashil dan mad. Tapi ada tiga perkataan khususkan. Saya buat apa? Listen to me careful. Muka surat 30 di riwayat warsh. Ada tiga perkataan. Amantum. Ini perkataan so important. Tiga perkataan so important di riwayat warash. Suratul A'raf dan suratul Syu'ara dan Az-Zukhruf.
di surah Al-A'raf ada satu perkataan, di Asy-Syu'ara ada satu perkataan, tapi sama-sama. Di surah Az-Zukhruf ada dua perkataan. Step by step, step by step, don't be rush. Di sini ada tiga perkataan. A'amantum, a'alihatuna. Dan a'ushidu. Ini perkataan khususkan. Qala aamantum. Qala asal aamantum. Look up. Qala aa. Asal aamantum. Okay. Asal aa. Tapi ada dua kali. Di riwayah. Di riwayah Warsh ada dua kali. Di surah Asy-Syu'ara dan di surah Taha. A'a, a'a. Warish baca macam mana? Hamzah kedua. Tashil dengan masukkan alif. Selepas hamzah tashil. A'amantum. Dulu asal saya baca a'amantum. A'amantum. Tapi Warish ini tiga perkataan sahaja khususkan. Dia baca a'amantum. آلهتنا دو حركة ما الطبيعي آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا دسني أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم أوكي Now, dua hamzah, dua perkataan. Insya Allah, free, don't worry. Ada, insya Allah next time, ada kelas riwayah Warsh, dua jam juga lagi. Riwayah Warsh, dua jam, tak cukup. Riwayah Warsh, perlu. Riwayah Warsh perlu 50 jam. Yes. Riwayah Warsh perlu 50 jam. 50 jam. Sebab ini Al-Quran. So, help me to help you. Okay. Sekarang, dua hamzah, dua perkataan. Dua hamzah, dua perkataan. Macam ja'a ala. Ja'a ala. Lutin. Atau ja'a amruna. Ja'a amruna. Ja'a ajaluha. Okay. Look at this again. Ja'a amruna. Ja'a ajaluha. Again. Ja'a ala. Look at her. Ja'a ala. Ja'a amruna. Ja'a ajaluha. Ini sama-sama. Bukan sama-sama. Di riwayat Warsh, banyak student tak tahu ini apa perbezaan. Ini dua hamzah, dua perkataan sama-sama baris atas. Tapi hukum lain, hukum different. Kenapa different? Ja'a am.
Kalau selepas tu ada huruf mati, jaa amruna atau jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Okey. Boleh buka Al-Quran surah Al-Hadid. Sorry, surah Hud. Boleh buka surah Hud. Surah Hud. Assalamualaikum. Boleh buka surah Hud. Ya, berapa sih? Sudah buka surah Hud? Sudah. Surah 221. Very good. 221. Okay. Now look at ayah 40. Ayah 40. Hatta idza jaa amruna. Sudah? Okay. Di sini ada dua wajah. Hatta idza jaa amruna. So, kalau ada huruf mati selepas dua hamzah baris atas, ini ada mad banjan. Ini mad banjan. Again. Hatta idza jaa amruna. Next. Tashil. Hatta idza jaa amruna. Jaa amruna. Okay. Look at now. Muka surat ayah surah Hud juga. Surah Hud. 57. ولما جاء أمرنا نجينا هودا. سما. Okay, ayah juga 65 surah Hud ada banyak dua hamzah baris atas. 65. Falamma jaa amruna. Juga sama-sama ayah 76. 75, sorry. Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Innahu qad jaa. Okay, boleh melihat juga ayat 70 surah Hud. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Again, ayat 70 surah Hud. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Ini pertama wajah. Wajah kedua. وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Ayat 83. 83. Sorry, 81. Falamma jaa
juga 94. Walamma jaa amruna, ada lagi 101 surah Hud. Lamma jaa amru rabbina. So sentiasa kalau ada dua hamzah baris atas selepas tu huruf mati jaa amruna, ini mad banjar. Tapi now jaa ajaluha, look at jaa ajaluha, ta'da mad banjan. Boleh buka muka surat surah Al-Munafiqun. Suratul Munafiqun. Muka surat. Lima. Ayat 11. Terakhir ayat. Sudah jumpa? Ustazah Nurul Aini, Ustazah Linda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Walan yuakhira Allah nafsan idza jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Ada dua wajah. Pertama wajah. Hamzah kedua tashil. Tapi haraka dua haraka. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Tapi wajah kedua tashil. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Again, pertama wajah mad tabi'i dua haraka. Jaa ajaluha. Wajah kedua hamzah kedua tashil. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Juga ada lagi di surah. So yang pertama tashil dua harakat, Ustaz. Pertama dua harakat. Jaa ajaluha. Kedua tashil. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Juga ada di surah Al-Baqarah. Ada di surah Al-Baqarah ayat 30. Boleh buka ayat 30. Ayat 30. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. Ini ayat perlu nafas panjang. Again. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء in. Ada tiga wajah. I told you riwayat Warsh perlu 50 jam. Riwayat Warsh, riwayat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidah Quraisy. Lidah Quraisy. So apabila Al-Quran turun dulu dengan lidah Quraisy, semua orang-orang Arab susah ikut Al-Quran. So Jibril, Rasulullah tanya Jibril, wahai Jibril, kaum saya orang yang ummi, orang yang tak boleh tulis, tak boleh baca. Ya Jibril, wahai Jibril, kaum saya orang yang tak tahu ilmu,
tak tahu buku, tak tahu baca Al-Quran. Orang-orang Arab, orang fasih, tapi tiap-tiap kampung ada khususkan bahasa. Ada khususkan bahasa, tak boleh semua baca satu lidah. Sama-sama sekarang di negara bahasa Arab. Bahasa saya bukan sama-sama bahasa Syekh Ali atau Syekh Amr. Dia misalkan kalau how are you? Saya cakap shlona. Bukan how are you. How are you di bahasa Syria shlona. Tapi di bahasa Egyptian izayak amil ايه. Okay? So ada riwayah dulu between Kingdom of Saudi Arabia dan President Egyptian ada terjemah dulu, before connection, before internet, before communication. So haulai in ada tiga wajah. Haulai in ada tiga wajah. Ini akhir kali, insyaAllah nanti kita akan teruskan 2 jam lagi free, don't worry. Haulai in. Ada 3 wajah. Ada pertama wajah, ibdal hamza thaniya ya dengan mad mushba'. Haulai in kuntum. So saya tulis haulai kuntum. Ada ya di sini dengan mad panjang. Haulai kuntum sadiqin. Enam harakat. Mad mushba'. Enam harakat mad mushba'. Okay, ini number one. Number two, tashil hamza thaniya. Haulai in kuntum sadiqin. Wajah ketiga, hamza kedua, ya. Haulaiin kuntum sadiqin. Okay, again. Pertama wajah, hamza kedua, ya dengan mad banjan. Ini pertama wajah. Haulaiin kuntum sadiqin. Wajah kedua, hamza kedua tasheel. Haulaiin kuntum sadiqin. Wajah ketiga, hamza kedua, ya biasa mad dua harakah. Haulaiin kuntum sadiqin. Juga di surah Hud, min warai Ishaq Ya'qub, wa min warai Ishaq Ya'qub, wa min warai Ishaq Ya'qub. Naam. Juga kalau ada dua perkataan, dua hamzah, dua perkataan baris-baris di bawah, su'i illa boleh buka surah Yusuf akhir kali. Maaf, saya tahu I will make you so tired, I'm so sorry. Akhir kali surah Yusuf, muka surat surah Yusuf 235 353 ayat 235 muka surat 235 235 No, 242. 242 muka surat 50
53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi. Ada di sini dua wajah. Pertama wajah mad hamzah, kedua dengan enam harakah. Mad hamzah kedua enam harakah dengan ya dan atau tashil. Again, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi. Pertama wajah, kedua wajah. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ada lagi sakit, ada idraj. Ala dah, okey, dah tengok dah. Wajah ibdal mukaddam kan, Syekh? Apa? Wajah ibdal selalu mukaddam kan? Wajah sorry again, wajah ibdal selalunya mukaddam wajah ibdal kan? Ah betul, al ibdal wajah mukaddam. Naam. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ada juga tahrirat Imam Warash. InsyaAllah kita akan buat next class kita akan baca sahaja khususkan perkataan susah. Next class insyaAllah nanti kita akan beritahu kamu. Next class kita ada lagi 2 jam. Kita ambil sahaja, kita baca sahaja perkataan susah di riwayat Warash. Kita juga discuss. Kalau ada soalan, siapa ada soalan, beritahu saya. Okay, saya minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang saleh, orang yang mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. I'm so sorry for late. I know I make you so tired. Tapi siapa nak melihat ini video boleh tanya Ustaz Lina. Kita sudah record, alhamdulillah. Thank you so much. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okay, thank you so much. I'm so sorry for all. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.